الخطوة الأولى اللي يحتاجها الطالب هي الدخول إلى البريد الإلكتروني، وعملية الدخول البريد الإلكتروني تكون عن طريق صفحة جوجل، نروح على الجيميل لأنه الإيميل الجامعي اللي تسلمه إن جامعة القادسية هو إيميل تابع إلى جوجل، فندخل عن طريق الجيميل. راح تظهر لي هذه واجهة الدخول، اكتب الايميل اللي سلمته الي الجامعة، عندنا هذا ايميل افتراضي، هذه الدومين او اللاحقة اللي هي q.edu.iq، هاي خاصة بالايميلات الرسمية لجامعة القادسية. هذا الإيميل اللي سلمته إلي الجامعة اسمه student@q.edu.iq، نضغط على التالي، ندخل كلمة المرور والتالي، هنا راح يفتح لي البريد، صندوق البريد الخاص بالإيميل الرسمي مالتي. هنا اشوف بالانبوكس ما عندي، فقط رسالتين، هذه هي من الجيميل انه انا بعدني مستخدم جديد، بالمستقبل اي رسالة ترسل الي من قبل الاساتذة او اي دعوة الى دخول صف، اي واجب يدز لي الاستاذ راح يجي كاشعار رسالة هنا الى البريد الالكتروني الخاص بي. فيما يخص معلومات الشخصية بالبريد الإلكتروني، الطالب يجب أن تكون معلومات بريد الإلكتروني باسمه الصريح مع إضافة صورة للإيميل. عادة الإيميلات بجامعة القادسية تتم باستخدام الاسم الصريح للطالب، لكن فيما لو كانت مثلا يعني بيها نقص أو خطأ، يقدر الطالب عن طريق مانجيور جوجل اكاونت يقدر يعدل معلوماته، يقدر منه يضيف صورة. هسه نروح نعدل المعلومات، مثلا هنا عندي خيار اسمه personal info، معلومات الشخصية او البيانات الشخصية، ونروح على النيم مثلا حتى اعدل الاسم. المثلث هذا نضغط عليه راح يوديني هنا، يطلب من عندي باسورد حتى يتأكد انه اني هذا صاحب الايميل جاي اشتغل بيه. اوكي، طلع لي الفيرست نيم واللاست نيم. قلنا احنا جامعة القادسية تصنع لنا ايميلات بالاسم الصريح، مثلا اني راح اغيرها الى مثلا نور علي. وانطي سيف. هسه تسيف عندي. اذا اجي هنا اسوي ريفرش للصفحة، اشوف الاسم صار الاسم اللي اني دخل. وكذلك بالنسبة للصورة، ممكن انه اني اغير الصورة واختار اي صورة عندي، صورتي الشخصية فرضا انا عندي هذه الصورة لجامعة القادسية، لكن الطالب لازم يرفع الصورة الشخصية اليه. صارت صورة الإيميل هذه.